لإعداد ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية، تضع أكاديمية الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة منذ لحظة التحاق الطلاب بكلية الشرطة، بما يؤهلهم لاكتساب المهارات المطلوبة لرجل الشرطة القادر على تحمل أصعب المهام. من أول يوم والآخر يوم واليوم الدين دايما جاهزين. أكاديمية الشرطة تتفرد بين مثيلاتها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا لإخراج ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية، متسلحا بما اكتسبه من احترافية خلال فترة دراسته بالأكاديمية. دايما جاهزين، اطمن دايما أولادك يا بلدنا شتاب. وتحرص الأكاديمية على انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بها من خيرة شباب الوطن بكل حيادية وموضوعية. وقد نظمت الأكاديمية احتفالية للمقبولين للالتحاق بها للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريج كليات الحقوق ذكور وإناث، وخريجات التربية الرياضية والتخصصات الجامعية المختلفة، وسط فرحة كبيرة من أهالي المقبولين. كان أمنية حياتي وأمنية حياة حسام ان هو يعني ربنا يكرمه ويدخل، وربنا الحمد لله حقق له امله، فالحمد لله والشكر لله. وده كان حلم وحلم حياته، ولو كان معايا 10 من الصبيان كنت قدمتهم. احساس جميل ان انت تحس ان حلم بيتحقق قدامك، وان ابنك بيوصل لحاجه هو نفسه فيها وامل هو عايز يحققه. فرحانه جدا، بتمنى له كل خير هو وزمايله، وبقول يا رب يوفقهم باذن الله. مع كل خطوه يخطوها الطلاب المقبولين الى داخل اكاديميه الشرطه سيتغير معها مجرى حياتهم الى الانضباط في ضوء برامج تدريبيه وعلميه ستطبق عليهم خلال فتره الدراسه لاعدادهم الاعداد الامثل لحمل مشعل الامن والامان. كنت طالب في الثانويه العامه وجبت 93.4 ودخلت كليه الطب القصر العيني، الحمد لله ربنا حقق لي حلمي والتحقت بكليه الشرطه. انا اول ما سمعت ان كليه شرطه طلبت تخصص حقوق سمعت ان انا اقدم، وهيئت نفسي بدنيا ونفسيا. دايما جاهزين، اطمني دايما اولادك يا بلدنا شتاب، وعيوننا بتسهر على راحتك وعلى استعداد. دايما جاهزين. لا يخلو حديث الطلاب والأهالي من تأكيد على فرحتهم بحلم تحقق لهم بالالتحاق بكلية الشرطة بعد اجتياز كافة الاختبارات المحددة واعتزازهم بالانتماء لهذا الصرح الأمني المتميز. مش قادر أوفي الإحساس اللي أنا فيه. كلية الشرطة منبع الشهامة، الكلام ده أنا بقوله لأني جربته في ابني وهو بيستشهد. اتعلم الكلام ده هنا، الرجولة والوطنية اتعلمها في المكان ده. أنا مبسوطة جدا إن أندرو دخل كلية الشرطة، لأنه هو شاب مكافح، فخورة إن هو هيخدم وطنه وهيخدم البلد، ومصر حلوة خالص بولادها. دايما جاهزين، اطمني دايما أولادك يا بلدنا شتاب، وعيوننا بتسهر على راحتك وعلى استعداد. دايما جاهزين. وقد أعدت كلية الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة لإعداد الطلبة الجدد الملتحقين بها للانخراط في الحياة الانضباطية الجديدة، وبما يؤهلهم عقب تخرجهم لحمل رسالة الأمن السامية بكل احترافية.